أرتوغراف أرتبيت. الحلقة الثالثة قبل النزول إلى منتصف وجنوب الكوكب في سردنا لتاريخ الرسم، لا بد من سؤال: هل استعمل إنسان الكهوف الرسم كفن أم كحرفة أم كمجرد أداة بديلة عن الكلام؟ دعنا نتفق أننا نتحدث عن أجدادنا نحن هومو سابين، وليس عن النياندرتالي ولا عن غير الأنواع البشرية. فمن المفروض اشتراكنا ذات النمط في الإدراك والوعي، وإن اختلف الجمع الإدراكي بمرور الزمن، فهذا لا يعني أنهم، أي أجدادنا، مختلفون في الوعي، ولا أنهم أدنى في مستوى الإدراك. هذه الجزئية مهمة أن تأخذها عين الاعتبار عند قيامك ببحث ما في التاريخ، وربما هي أهم من نتيجة البحث، وأهم من غايته، لأنها تعطيك مجال أوسع لفهم دقائق التفاصيل في البحث الذي تقوم به. الأمر أقرب لما قام به سيغموند فرويد في دراسته الطوطم والتابو لفهم سلوكنا الحالي، حيث اعتمد دراسة أساليب الوعي والإدراك لكامل تاريخ النوع، وذلك ليستنتج عن طبيعة السؤال الواعي: ما هو الأب؟ وما هو الله؟ وما هي الخطيئة؟ طبيعة واحدة، والمختلف فيها هو مقدار إدراك الإنسان للجواب عبر الزمن، وليس سلوك إدراكه. إذن ولمعرفة ما إذا كانت لأجدادنا غاية الفن في استخدامهم الرسم، سنأخذ سؤال يسأله الناس للرسامين اليوم، وخاصة من لديهم موهبة في الرسم، فنعالج السؤال والجواب. السؤال: هل أستطيع أن أكون فناناً؟ هذا السؤال بنمطه يوضح أن السائل لا يريد الرسم كحرفة فقط، بل يريده فناً يعالج أفكاراً، وهنا دوماً يكون جواب الفنان: لا. وإذا أراد مجاملة الطالب وحثه يقول: أستطيع تعليمك أساسات الرسم وأساليبه وتاريخه ومذاهبه، أما أن تصبح فناناً، فهذا يعود إلى قدرتك أنت على معالجة أفكارك الخاصة بمعزل عن اللغة التي تستعملها في المعالجة. إذن وبناءً على هذا الجواب، فالفن، عموماً، هو أسلوب شخصي في معالجة الأسئلة الوجودية والإدراكية ضمن الوعي الجماعي، وغاية البحث عن الأجوبة لها، ثم إضافة الناتج الإدراكي الفردي إلى الوعي الجماعي، وواحدة اللغة التي تنقل من خلالها هذا الإدراك إلى الوعي. بالعودة إلى إنسان ما قبل الحضارة، الحضارة المكتوبة، وإلى رسوم كهوفه، نرى أن أجدادنا كانوا ينقلون إدراكهم الفردي للبيئة والموجودات، الطبيعة والفرائس، وطرق الصيد، بأدق تفاصيلها لتكون منها فائدة ودرساً نظرياً للصغار، قبل انخراطهم في البيئة الفعلية. كما أن تموضعها، أي الرسوم، بالنسبة للكهف، والذي يكون مواجهاً لمدخله، كأثر صناع للعودة بعد الرحلة، يجعل منها تدخل إدراكي في الطبيعة لتثبيت مكانه في بيئة يسهل فيها ضياع الآثار. وهذا النمط من التدخل المدرك في الطبيعة، سواء التعليمي أو الأثري، هو نوع من إعادة لتشكيل الواقع بما يخدم غاية البقاء. كما نجد أيضاً من توزع الخريطة للكهوف المرسومة أنها كانت نادرة، وفي الأجزاء البعيدة من رحلة الجنس البشري، أوروبا وأمريكا، أي بعد خبرة طويلة في تعامله مع البيئة الثلجية والفرائس الضخمة والمفترسات الخطيرة، مما دفعه إلى إيجاد الوسيلة التي يستطيع من خلالها نقل هذه الخبرة المتراكمة بطريقة سهلة وسريعة لتوفير الوقت والجهد لإنتاج أكبر عدد ممكن من الصيادين في أسرع وقت. ولا يمكن أبداً استبعاد فكرة أنه كان يضيف قصة محكية إلى ما يرسمه ليضفي عليها المثل البطولي والقدوة الشجاعة وربما الإله الحامية أيضاً، وذلك لإضافة الجواب على سؤال الوعي الفردي للإدراك الجماعي: لماذا خلقنا هنا؟ إذن فالإنسان اتخذ للرسم غاية الفن، ولم يتخذ منه الحرفة، استعمله لتمييز آثاره وتعليم أبنائه وتسريع إدراكه. ذلك يفسر لنا لماذا ليست كل الكهوف مرسومة، لأن الفن يحتاج سعة الخبرة والحاجة الإبداعية والغاية لإيصال الحكمة للآخر، ولم يستعمله كحرفة يعتش منها، فالقطيع يتكفل بالمريض والضعيف، فلا حاجة له لوسيلة يقايض بها ضعفه بالطعام، بل يجب في القطيع أن يضيف الكل إلى الكل ما يحسن من قدراته ويزيد صيده لكامل مجموع القطيع.
هكذا يكون الشخص الذي رسم كهفه هو الفنان في أسرته، وهو مدرك تمام الإدراك لذاته ولرسمه على أنه فن. كنتم مع البوهيم الأخير، وهذا أرتوغرافت.